السلام عليكم، كنمروا التحية ديالنا لجميع الإخوان ديالنا وجميع الأصدقاء وجميع اللي كيتضامن مع محمد الطبيب وجميع اللي كيتعاون معاه واللي كيتضامن معاه. الحلقة ديالنا بلا ما نطولوا عليكم، لا عويصة لا خطيرة لا حكايات كدا ولا هادي، حنا الحلقة ديالنا اجتماعية بامتياز، وانتوما كتعرفوا الطبيب والحلقات ديالو وتبعوا معنا حتى الاخر. اللي ما مشاركش معنا في القناة يعمل ابوني، تحنا هاد القناة نزيدو بها، وانتوما كتعرفوا ماشي بغيتي دعمنا عملا، ما بغيتيش دعمنا انت حر. اللي ما مشاركش معنا يعمل ابوني، كومونتير مزيان، بارطاجي معنا الفيديو باش تعرفوا شنو وقع. وغنعاود لكم واحد قصة خطيرة، قصة جريمة قتل دازت في طنجة هاد السيمانة هادي. وعيطوا لنا بعض الرجال وبعض الدراري وقال لك ضروري نشوفوا كيفاش القضية، وسمعتم وعملنا عليها حوار، ودخل معنا على الخط جانيتو، والجانيتو بيدو عطا واحد النظرية، وديك النظرية انايا عطيت نظرية ديالي، وانتوما غادي تصرفوا هادشي هذا وهادشي اللي غادي نقول. وكاملين الدراري ايدوا الخطة والكلام اللي قلتو، كاملين ايدوه المشاهدين والناس اللي تابعين معنا والناس اللي كيتفرجوا لنا واللي كيسمعوا الحلقات والقصص ديال محمد الطبيب حقيقية ومعروفة، ما كاينش حاجة هيدا ولا هيدا. اليوم القصة ديالنا اخوتي، هاد الايام تدين هاد الضجة بمدينة طنجة، وهاد الضجة اللي دارت في مدينة طنجة هي على زنقة الشياطين. وهاد زنقة الشياطين نص كبير ما كيعرفش شنو زنقة الشياطين، باش اليوم غادي نعرفوها الناس، واخا الناس اللي ما كيعرفوش مدينة طنجة ولا برانيين ولا من شي مدينة أخرى ولا كذا، باش تعرفوا زنقة الشياطين شنو هي. زنقة الشياطين عبرة على بيران من الهليلين، بيران اللي صاير الليل، وانت كتعرف البلاصة ديال صاير الليل من زمان، وكاينة هاد الزنقة هادي مسميها بهاد السمية هادي زنقة الشياطين. فهمن راسك، فهمن راسك، ماشي المسجد ولا كذا ولا العمرة ولا كذا، زنقة الشياطين المعنى ديالها بلاصة ديال السكيرية والغبيرية وصحاب المخدرات وكذا وهادي، وصغير الليل والباغيات، والمهم جميع الأشياء كتكون موجودة في زنقة الشياطين. وليالي كتعرف كل ليلة وكيفاش كدوز، جميع اللي كيبغي كيقول لك يفوج ولا يبغي يقصر ولا يبغي يفسد ولا كذا، كاينة في هاد زنقة الشياطين. الدراري اللي جبدوا الهضرة على هاد زنقة الشياطين وعلى الجريمة اللي وقعت خطيرة ديال القتل، خصنا نتبعو معايا حتى الآخر، وقعت جريمة خطيرة في مدينة طنجة في زنقة الشياطين. واخا شكون اللي استعمل هاد الجريمة هادي وشكون اللي دار هاد الجريمة؟ الدراري جبدوا حوارات بزاف ديال القنوات وكذا كيهضروا على هاد الجريمة، ومن جملتهم الدراري ديال طنجة، الدراري ديال طنجة ديال مدينة طنجة، ومن جملتهم أنا قلت لك تات جانيتو وعيطوا لي وطلعت وجلسنا مع بعضنا وتهودوا على هاد القضية. بإذن هاد زنقة الشياطين كيخدموا فيها على البراني، غنجيبها هايدا باش يفهمها أي واحد شكون هاد البرانيين، كاين كنسا كاين فواسا كاين هادي، كاين أي واحد بيدور. المهم والأغلبية فواسا ومكنسا، حنا ما كنقولوش ما يخدموش من كنسا او لا بواسا او لا طنجاوة او تطوانية او لا من اي بلاصة بالمغرب، راه حنا كاملين خوت فعلا. هاد القيدورات هادو اللي سموهم هما القيدورات، قبل كانوا كيعيطو لهم كارد كرات، كيعيطو لهم سكريتيز بودي كارت ديال بلاصة ديال البار ولا ديال الملهى ليلي ولا ديال المطعم ولا ديال سكريتيز. دابا في هاد الوقت كيعيطو لهم سكريتيز. هاد بودي كارت هادو اللي كيوقفو الباب ديال البيران من الهليلي، شنو الهدف ديالو وشنو الخدمة ديالو؟ الخدمة ديالو ينظمو، فهمتي، ينظمو بنادم ما كاينش الصداع، ما كاينش الحقرة، ما كاين الساقة، ما كاينش الصداع من داخل في وسط الديسكو، ما كاين حتى حاجة. بواط من داخل ما يكون فيه لا شغب لا هادي لا ضرب لا جرح لا هادي لا هون. والأشياء زعما يكون بنادم بعقلو، كيجيو بعض الدراري كيبغيو يدخلو كيلاحظوهم واش باغيين عيحيحو، كاين سلاح ابيض كاين كدا كاين هادي. هاد الدراري هادو اللي كيكونو خدامين، هاد بودي كارت هادو اللي كيكونو مقابلين هاد الملهى ليلي، خصهم يكونو اذكياء. بالنسبة ليلي انا تصنتو، واش غنقولكم،
على حسب المنظر اللي كنعرف انا هذه الخدمه هذه راه كتكون مولاها خصو يكون ذكي ومعقول وكيتسرب بزاف ديال الاشياء باش يعرفوها الناس. علاش هاد البلاصه ديال الخمر عليها سموها زنقه الشياطين، مجموعه ديال الفيران، مجموعه ديال الديسكوس، مجموعه ديال كذا، هذه هي زنقه الشياطين. دخلتي في عالم الشيطان، بلاصه ديال الشيطان. هنا خصك تكون تعرف كيف تتعامل مع هاد الناس اللي كيجيون هنا باش يشربوا ولا باش يسكروا ولا باش يقصروا ولا باش كذا. خص تكون معامله مزيانه، وكما كنقولوا الله خرجنا من دار بلاعب، الله خرجنا من دار العيب بلاعب. هاد البلاصه هادي خطيره، وحتى هاد الخدمه هادي دابا اللي ولات بزاف ديال طنجه، وسمعت بزاف ديال الدراري، وهاد يومين عارض شي دراري ومن جملتهم انور جانيتو ديال استراليا، بيدو كيهضر وكذا وهادي، وعطى بزاف ديال الكلمات. والحق قلت له لا، قال علاش ما كيخدموش طنجه هو وكذا وكيخدم مع البراني وكذا وهادي وهادي. سمع انور جانيتو راه فعلا كيخدم البراني. الدراري طنجه ملي كنا حنا في السبعينات وفي الثمانينات، 78 79 80 في الشباب ديالنا وفي الصغر ديالنا، كانوا كيخدموا الدراري ديال الشمال، ماشي ما كانش كيخدموا. وبالحق انت كتعرف الدراري اللي كانوا كيخدموا كانت البنيه الصحه ديالهم مزيانه، وكانت الوقفه ديالهم مزيانه، وكان حسن التصرف عندهم مزيان، والدراري قاريه وزايده عليها بالرياضه. واخا كيخدم ديك الخدمه ديال كارد كور كما كنقولوا حنا، اولا ديال سيكوريتيز ولا بودي كارد ديال الفيران ولا ديال الوطيلات ولا ديال اي بلاصه كانوا فيها، اي بلاصه في طنجه، بلاصه ديال الليل وصير الليل، كاينين هاد الناس هذوما. وكانت عندهم كلمه، كانت عندهم كلمه مع السلطات، وعندهم كلمه مع لابيلونس، عنده شي واحد يطيح، عنده شي واحد يكون عنده مرض قلب او عنده شي مشاكل ولا كذا، عندهم النوامر ديال الطونوبيل ديال لابيلونس، عندهم النمره ديال الطبيب، عندهم النمره ديال البوليس، عندهم النمره ديال الطاكسيات ديال بيرو طاكسي. شي واحد خرج ما قدرش يسوق الطونوبيل عنده ولا كذا، باش كيكون الامان، باش كيكونوا كيتعاملوا. هاد الوقت هذا ولا وقت اخر، الدراري ديال الشمال ما بقاوش كيخدموا بودي كارد ولا كيخدموا بالباب ديال الفيران، قليل 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 الدراري ديال الشمال اللي ولاو كيخدموا بالباب ديال الفيران. باش عاد وقع هاد الجريمه هادي الدراري ديال فاس مع بعضهم ولا كذا، هادي كتكون قضيه اما داخل فيها مخدرات او داخل فيها الكوكايين او داخله فيها شي باغيه مخربقه القاعه او لا شي مشكله خطيره باش وصلت هاد الجريمه ديال القتل. وشوها شي حاجه ما طيحش على البال، السيوف كتعرف ما كاين عاد بنانات، قتل فيا قتل فيك. وكلشي عارف طنجه هو كاملين، وهاد القضيه تصورت والمخزن عارف، اليد طارت بنادم حشاوها في السطر ديال الثلج، الروينه الروينه وقعت. حق هادي ماشي الخدمه ديال بنادم اللي كيكون كينظم اولا كيحاول ما امكن ما يكونش صداع ولا كذا ولا ما يمكنليش نخدم وعندي سيف، راه ما يمكنش. انا قلت للمجموعه بزاف ديال الدراري راه ما يمكنليش نعمل الا حد معايا وانا خدام في واحد البلاصه عموميه كيدخل لها بنادم كامل، جمع اللي كيشرب الخمر وجمع اللي كيبغي يخسر فلوسه. هذيك البلاصه علاش بنادم كيمشي لها؟ كيمشي لها زعما مضمونه ما يوقعش فيها المشاكل، ما يوقع لكش فيها باش طيح ادي راسك وتادي الناس. فعلا كيوقع فيها بعض الخروقات وكذا وهادي، وديك الدراري خصهم يعرفوا يتعاملوا مع السكيريه بالعربيه بالدارجه، يعرفوا يتكلموا مع السكيريه وكيفاش يتسلك معاه حتى الامور تكون لاباس. دابا بدينا كنسمعوا بزاف الحاجات، سمعنا الدراري كيقول لك علاش الدراري ديال الشمال طنجه ولا تطوان ما بقاوش كيخدموا كارد كرات تما في البيران ولا في الوطيلات ولا كذا. عرفتي اخي علاش ما بقاوش كيخدموا؟ دابا هذوك الدراري اللي كيجيو من برا كتكون البنيه ديالهم واقفه صحيه، الصحه ديالهم واقفه، بنادم تبارك الله عامل كتعرف كيفاش، وكيكون ماجي مثال ومعول بابتي كذا وهادي، وكيدخل على المشكل. هذا هو اللي كاين، داخل على المشكل وما عملناه تما باش ينظم القاعه كما كنقولوا، ويحرس في الباب حارس، عنده يدخل شي واحد، عنده شي واحد يسرق شي واحد، عنده شي واحد يعمل شي حاجه داخل، عنده توقع فوضى داخل الديسكو. هذه هي الخدمه ديالو. دابا الخدمه اللي كنشوفو حنا في هذا الوقت هذا، ولاو كيخدموا بزاف ديال الاشياء، عنده البنات وعنده التليفونات ديال البنات وعنده التليفون ديال كذا. دراري الشمال ما بقاتش كتبغي تخدم هذه الخدمه، قال لك حنايا ما غنخدموش قواود كما كنقولوا حنايا بالدارجه،
عدد ديال الدراري كيهضروا هيدا، اذا هذاك راه شوف غلطه فيه. دابا الوقت اللي ولا خدامين الدراري خدامين عا باش ما يجريوش عليه ولا باش كذا ولا هاد، ولات فيها المخدرات، البيع والشراء ديال المخدرات الباب ديال الديسكوس ولات كذا، واللي بغيتيها كيحضرها لك، كتسمى الشقيم، يشقمك بأي طريقة، بغيتي أي حاجة كيحضرها، بغيتي الكوكا كتحضر، بغيتي الهيروين، بغيتي القرقوبي، بغيتي العيلة، بغيتي كذا، بغيتي كذا، إذا هنا ما بقيتيش كتحرص باش يكون النظام العام ويكون بنادم مضمون. هنا ولينا بالإجرام هنايا، هنا ولينا كنعملوا المشاكل، ولينا كنعملوا المناتيل في الباب ديال الفيران. هذه هي زنقة الشياطين اللي ولات في هذا الوقت هذا، القضية الضرب والجرح والتفرعين وكذا، وليلة كيما المخزن يجري، وليلة هدي هذا وقب مع هذا زيد هذا في السيطر هذا بكذا هذا بهذاك، هاد الأشياء هادية. أما الدراري ديال طنجة الأولين راه بحق المعرفة والحياة ديالي اللي عشتها في طنجة وكذا، وهادي كانوا دراري صحاحين ورياضيين وفاهمين الرياضة من الصباح من الفجر، كتجبر البلاية كاملة عامرة بكرة والخرص والكيتريني والتراكسيونيس وكذا والكلوبات ديال الرياضة، وهادي وديك الخدمة كانوا شابرينها بقيمتها. إذا بنادم ملي كيخدم هاد الخدمة ما كيكونش خصو يكون كيسكر، وما يكونش كيعمل الغبرة، وما يكونش كيعمل القرقوبي، وما يكونش كيسمع الكلام الخاوي، وما يكونش كيدخل في الطريق ديال البنات، خصو يكون النظام ديالو هو كينظم القاعة بالعربية، يكون عنده واحد المجموعة خاصة، كنعملو اجتماع مع بعضنا عاد كندخلو للخدمة بالعشية، ما نحاديوش يدنا بنادم. علاش؟ عدد المشاكل كانوا كيوقعو، كتوقع مستديمة شي واحد يهرس سواه، ضربوا شي واحد شقوه، هما الدراري ديال السكيورتي، والدراري اللي خدموا في البيران كارد كورات والسكيورتي ديال بودي كار ديال البيران، ولاو كيتشقوا بنادم، ولات كذا، ولات دابا الاجرام، خان بالله كيخرج من الحبس كيخدم بودي كار، كيعمل معاها ربعه خمسه كتولي عصابه من غير مباشره، الا جيتي داد قوك، يداو لك رزقك ويداد قوك، يبيعوا لك الغبره، يعملوا معك بزاف ديال الاشياء. حق ماشي كلشي، وما كنعموش بعض الناس، بعض الناس كتكون كتستعمل هاد الافعال هادية، علاش هي زنقة الشياطين، وعاد زيد عليها هذيك البشر اللي كيخدم هاد الاشياء بحال هادي، كيبيع الغبرة او كيقود ولا كيعمل ولا كيصنع ولا كذا، كيولي هو الشيطان براسو، كيعاود ينظم الحقيقة باش ما يوقعش الصداع، ما يوقعش السرقة، ما يوقعش كذا، هما بيدهم كيعملوا هاد الاشياء هادية. الا سكرتي وغفلتي يديوك، ما يديو لك رزقك ويتشقوك بالهراوه ويقولوا عملتي وصنعتي وكذا، هذا الشيء ما خصوش يبقى وما خصوش يكون، والمخزن ليهم بالمرصاد. راه باش تجيب دو السيوف بوص الله اكبر، وكتعرف شي كيقطع بشي وشي كيقرط بشي، السطال في اليد اليد في السطال، والثلج شي كيفرع اخر الطار ديال اخر مقطع الدرع مطير كلشي مطير، هذا الله ولا هذا منكر، وهذا الشيء ما خصوش يكون ولو بحاجه المحرمات. عاد بلاصه زنقه الشياطين راه من زمان كيوقعوا بعض الاشياء وكذا وهذا، بالحق بنادم ملي يكون كينظم اولا كيوقف في الباب خصو يكون حقاني، وما يكونش حقار، وما يكونش فيها داغ يتصرفوا ويجبدوا صناع ابيض ولا كذا، راه المخزن قاد على اي حاجه. علاش عندك التليفونات؟ تقدر اخاي تعاود عاد تضرب بالسيف ولا كذا ولا هادي، كاين بزاف ديال الخروقات وكاين بزاف ديال الاشياء اللي يمكن لك تخرج منها صادق، راه المخزن في البلاد موجود، راه عطسوني ولا هذا ولا هذا، ودابا التليفونات وكاين بزاف ديال الحاجات، عطسوني كيحضر المخزن. علاش هادشي هذا ما خصناش يبقى، وبزاف ديال الاشياء، ونطلبوا الله العفو الشباب والدراري اللي كتعرف، الدراري اللي مغامره وما شاف هاد الاشياء بحال هادي، راه ما يمكنناش نسمعوا بحال هادايا، والدراري والناس كتغوت على الصعيب هادشي هذا. شحال من واحد مثال مبلي بسربيسه، ماشي بسربعه سربيسه تقوم هادي ولا مقتول، هذا هو اللي كاين. أول زنقة الشياطين سورتي ديالك، يشبروك يهلكو بصحتك ولا يرسلوك الضلوع ديالك ولا شحال من مرة وقع بحال هكذا، كتكون الدنيا كذا غير كيطفيوها ويقلبوها وهادي، وكتولي القضية شحال من واحد ترسلو الحصاير، شحال من واحد ميتا مشالو يد، شحال من واحد مشالو طرطق تما هرسو، شحال من واحد كلها وشنو وقع له. أما هاد المرة هادي وقعت جريمة قتل خطيرة، وهادوك اللي كينظمو هما اللي عملو هاد الشي هذا، وهما اللي هاد الاشياء هادي، بنادم غلبت عليه الصحه ديالو اولا غلبت عليه الفكر ديالو بزاف ديال الحاجات، هادشي هذا ولات السيطره، ولا بنادم كيتصرف بلا خبار. اما هو دراري الشمال ما بقاتش كتخدم هاد الخدمه، قليل اللي كيخدمها، على حساب ياش النص كبير الدراري واخا عندهم بنيه واقفه وعندهم صحه وعندهم كذا، وهادي كيقول لك انا غندخل لديك الخدمه راه بحال والو متصيد،
يتصايد في مشكل ولا منتيب ولا كذا، وما يبغيش بنادم ينغص فيه، ما يبغيش بنادم يهضر عليه او ولد فلان ولا فلان ولا حكار ولا كيقبل كذا وكيبين علينا صحته او كيبين علينا البزازل ديالو او لا كيحكار بنادم او كيضرب بنادم او كيسرق بنادم ولا قواد ولا برقاق ولا كذا. هادشي هذا كامل كيهربوا منه الدراري ديال الشمال، كاملين كيهربوا منه. يقدر يخدم شي خدمه بحال هكذا وقليله، كاين اللي كيخدم وكاين الاغلبيه ما كيخدموش، كيفتشوا على شي حاجه صحيحه وحاجه مزيانه، والنص كبير طلع بحالهم اوروبا كيفتش يدبر على راسو بسلام، لا تابع ولا متبع. انا جاني تو دار قال له ما ودي كذا وكذا وكذا، قلت له لا. الدراري ديالنا بني كنا في الثمانينات وكذا، كانت الرياضه وكان كذا وكان هادي وكان تزمي يتقال، كتبر الدراري كيخدموا وسالمين، ما كيبغوش الحكره ما كيبغوش كذا، الا سكرتي طلعوك الطاكسي الى كذا وهادي يوقفوا معاك يعاونوك، ما كيبغوش المشاكل داخل الديسكو ولا في الفيران ولا في ديك الشوارع ولا السرقه ولا الحكره ولا كذا، كانوا كيتدخلوا. ومن جملتهم راهو ما عندهم يد مع المخزن، كون ميقن ما يمكنش ما يكونش عنده يد مع المخزن، راه هادوك ضروري خصهم يكون عندهم النوامر ديال لابيلونس، عندهم النوامر ديال البوليس، عندهم النوامر ديال بزاف ديال الاشياء الطاكسيات ضروري. علاش هادشي هذا كيطالب ديك زنقه الشياطين بلاصه ديال الفيران ولا لوطيلات، هاد النوامر خصهم يكونوا. يقدر بنادم عنده السكر عنده كذا وكيمشي يسكر ولا كيمشي كذا او عنده حاجه ولا وقع شي حاله وكذا، لابيلونس تمتم اولا الطاكسي يديوه بحال واخا عنده الطونوبر ما قادرش يديها في ديك الليل، ما كيخليوهاش يسوق باش يوصل للبلاصه ديالو، باش النادم كيامنوه كيامنوه على حياته وعلى صحته وعلى كذا. هذه هي الخدمه ديال السيكوريتي ولا البودي كارد، والناس اللي كتعرف تخدم هذه الخدمه هذه كتخدمها بسلام، ماشي بالتفرعين، ماشي بتخرج العينين، ماشي بخلع عباد الله اجي انت ولا كذا ولا هذه ولا هذه. دابا كتجبر الصراعات، فلان راه قواد وكذا وهادي وبرقاق ومخلطه بها السوايع وكيبيع الغبره وكيعمل وكيصنع، وليله كيبات يتصارع مع عباد الله تما بسميات كارد كور في البار، بحال ما قد عليه حتى واحد. لا شرب المخزن هو اللي قادر على كل شيء، ربي والمخزن، راكو ما كانش المخزن توقع السيبه واخا انت واقف بديك البلاد، راه العود اللي تحك روح عور لك عينك واخا انت واقف بديك البلاد، راه المعامله اللي كتغلب والانسانيه هي اللي كتغلب، وبزاف الاشياء كيغلبوا بنادم. راه بنادم سكران وشرب، الشرب هو ابو المعاصي، رد بالك. السكيري راه يقدر يكون فيه 30 كيلو وانتينا واقف، اذا فيك طون ولا فيك 100 كيلو فوق وخدام كارد كور يجي يحشيها فيك، هذا هو السكيري. وردوا بالكم اخوتي، وهاد زنقة الشياطين راه الهضرة عليها بزاف، وهاد السكيرية وهاد الناس اللي كيخدمونا هادو بالسيوفة، نتمنوا والله ما باقينش يسمعوا بحال هاد الحالات. وما هو الدراري الشمال حيدو من هاد الخدمة، والنص الكبير ما بقاش كيرضى، كيفتحوا على الخبزة ديالهم مسالمين بسلام وكل شيء، وما بقاوش الدراري تابعين هذا، وكل وقت وقته، وليلة يا الله محمد رسول الله. واخوتي وانتم عارفين اللي كاين، اللي سمع الفيديو بارطاجي معنا الفيديو، وعمل ابوني مزيان، اللي مشاركش معنا يعمل ابوني بارطاجي، وعمل فهمتي كتبنا كتبة مزيانة محمد دغيب. وحنايا كل مره كنجبد لكم هذه القضيه الاجتماعيه بامتياز وجريمه قتل خطيره، وليلة الله محمد رسول الله. وباقي ما يتقال كامل التحيه لجميع الاصدقاء وجميع الناس اللي ضامن لنا محمد الدبيب الصحيحه ديالو، وجميع اللي صرف علينا شي ريال الله يجعل ربي يخلف عليه، والله يجعل ربي يتعاون معاه، والله هو اللي كيخلص اخوتي. وليلة الله محمد رسول الله. وباقي ما يتعاود اخوتي المغاربه، وعزوز حيدرك مقيد.